احنا الاولاد درنا غلطه وهي ماشي غلطه، ولكن زعما الشيء اللي خلى الامور تتوتر انه ما ردينا لهمش، ما بغيناش نهودوا لمستواهم الرديء هذا، الرداءه تاع تسجيل وفبركه التسجيلات والتاويلات وجيم اوفر داك الخرطي تاعهم، ما بغيناش نبرروا له. باسكو قلت لك لو كان تحل باب التبرير والله ما يكمل، يولي كل يوم يجي عندك مهبول، كل يوم مهبول يطلق عليك يدير عليك لايف وانت ترد له وهو به البوز، كي ترد له كاع راك درت له اسم راك درت له الشان، هما حوسوا على هذه روماركي نهار اللي ولا اللايف تاعو شويه يطلع له في لاباج ما يجيش يهضر علينا كاع. صافي فهمت العشرة؟ معليش معليش انت نقولوا انت نبيل عندك تاثير، يجي واحد ناكيره يبدا يخرط عليك يدير لايف على نبيل ويخرط عليك يخرط عليك، انت غادي ترد له، كنت تقعد ترد لهم كاع، صافي ما بقاتش ما تعيش حياتك معاهم، راك فاهم؟ انا نرد الواحد بصح والله غير بالضحك واللعبوك اللي تحريشه وداخله في الكوستو والحمار. شوف مالو بالضحك شوف شوف الجحش شوف شوف الجحش قبيله قبيله عيط لصوف عيط لصوفيا نهضر معاه وانت خويا ومنا والخرطي وانتم كاع شاهدين فاهم، من بعد سمعت لكم التسجيل تاعو واش يقول على صوفيا فالله ما تجبدلوش امو بوبو ابوبو ما تجبدلوش امو سيدي او عيب سبحان الله العظيم اي ام سيدي شبيكم اصبر لك منها دوك الريكلو سبحان الله العظيم دوك الريكلو مليح دوك الريكلو ادخل دخل الجزائر الله يرحم باباك. هيا هيا نعاودو نحبسو اللايف انا راح هكذا ونسي بريمير نروح نروبوزي شويه و هيا غدوه ان شاء الله هيا بعد نروح نتحركو شويه. هيا عماد ليلى سعيد السلام عليكم. هاي.